صدقنا جيت لحد هنا يا محمد. ازيك يا زبيده؟ الله يسلمك. دي اوضتك؟ لا، اوضه ثانيه. انا في بيت عون حافظ ومعاه ومع مراته. يعني لازم تفكرني يا محمد. محمد انت بتراعيش. اقعد يا محمد. مش ممكن حد يدخل علينا؟ لا، عوني في العزبه والخدامين كلهم في اجازه. اسبوع واحد يخليني اوحشك. اسبوع؟ ده انا اول ما خرجت من هنا ووصلت لباب القصر كنت عايز ارجع تاني. حبيبي يا محمد. قادر اتحمل اكتر من كده. بتعذب، انا بتعذب يا محمد. مش قادره اكون عاقله اكتر من كده. مش قادره. احنا لازم نتجوز. انا عارفه ان دي انانيه مني. طلاقي من عوني معناه طرد ابويا من وظيفته واخويا من شغله. اخواتي هيموتوا من الجوع، لكن مش قادره. مش قادره. انت عارف ان مفيش بيني وبين عوني اي حاجه. أنا عايز أعيش وأتمتع بشبابي مع الراجل اللي بحبه. طمني يا سبيرة، إحنا بنقاوم الظلم واستبداد الحكومة وحنقتل نفوذ عوني حافظ. إحنا مش بس بندافع عن حبنا، إحنا بندافع عن حب الملايين من الناس. إذا كنا مش قادرين ندافع عن حبنا يبقى هنقدر. اسمع يا محمد، أنا شايفة إن إحنا نسيب بعض دلوقتي. أنت مشغول بحب أكبر من حبي، حبك لمصر وللشعب. أنا مش بلومك، بالعكس أنا فخورة بيك ومعجبة بيك وبحبك يا محمد. يا محمد في شعوب نضلت عشان تاخد حريتها من 50 سنة. يعني إحنا لما هناخد حريتنا هيبقى عندي 75 سنة. يعني لما هنتجوز هيبقى شيء مضحك وإحنا في السن ده. يا محمد أنا بتعذب تعبان. لازم ما نشوفش بعض كده، ما نشوفش بعض خالص. ايه الحكايه؟ انت ضربتها؟ ايه؟ عرفت انك بتحب واحده تانية؟ مين هي؟ مصر. مصر؟ انا عمري ما سمعت ان في واحده اسمها مصر. مصر بلدنا. وإيه يعني؟ ده أنا المرحوم جوزي كان بيموت في دباديب مصر، لكن عمره ما أثر في حق. اطمن يا سي محمد وروق بالك كده، ويوم الأربعاء الجاي إن شاء الله هتلاقيها مستنياك.